خرجوا بخلاصه لقاو انه ليكزام غادي يتم في 10، وكان الطالب تعرض هو الاستدعاء عاوتاني وقمعاته الاداره. كان في واحد اللحظه انهم قال لك واخا غنستجب لكم ولكن 5 ديال الدقائق، عطانا 5 دقائق ديال الحوار. دخلنا هضرنا مع العميد والاستاذ عافاك بغينا نهضر معك في مجموعه من الامور، قال لنا سمحوا لي انا راني مشغول راه عندي ندوه ديالي. اذا بينا كنتلاقاو ان الكليه تم الافراغ ديالها مع جوج ديال العشيه بشكل كلي وسدوا علينا الباب. قرروا الجموع الطلابيه اننا نمشيو بمسيره على رجلينا من الكليه حتى الرئاسه. اليوم استضفنا احدى الطالبات اللي يعني كتدعي النضال، وانها من بين الطلبه اللي كانوا كيجسدوا النضالات ديالهم باش يحاولوا يوصلوا الرساله ديالهم للاداره باش تحاول تاجل لهم الامتحان. اليوم معنا الاخت فاطمه الزهراء. اختي فاطمه الزهراء غادي نبدا معاك من الاول توضيحا للراي العام وكذلك يعني الشارع المكناسي وخاصه الطلبه ديال الحقوق، شنو وقع من الاول حتى الاخر، كيفاش انكم يعني نطوا وسدتوا النضال ديالكم وحاولتوا انكم تصعدوا انكم ديروا مبيتات ليليه، يعني كيفاش وقع هادشي؟ بدايه هي تحيه نضاليه من داخل اطارنا العتيد الاتحاد الوطني طلبه المغرب، تحيه التحدي والصمود لكل السنديدين اللي جسدوا جميع خطوات نضاليه، ايمانا منهم ان الحق ينتزع ولا يعطى، ايمانا منهم بان ما ضاع حق وراءه طالب، لكي اضع الجموع الطلابيه والراي العام وكل من يهتم في هذه القضيه امام الصوره. بدايه كانوا طلبه دايرين نضال، كانوا كينضلوا قبل تافيشه الوقيته ديال لي زيكزام، خرجوا الطلبه رفضوا على القرار، كانوا كيجسدوا تما نضالات. انا تما مازال ما التحقت بالنضال، مازال ما كنتش مجسده معاهم، ولكن من بعد انهم خرجوا بخلاصه القول انه ليكزام غادي يتم في 10، وكان الطالب تعرض هو الاستدعاء عاوتاني وقمعاته الاداره. كان من الاسباب باش انه خصو يتنازلوا لي على داكشي خصو يرجع للنضال. المرحله الاولى انا مازال ما التحقت بها غير من قبل ما ينزل القرار ديال المذكره الوزاريه، ثم من بعد فاش خرج الحوار مع الطلبه على اساس ان الامر راه هو مستعجل وخص الاداره اللي هي رغمت على الكليه باش انها دير الامتحان في 10، هذا هو القرار باش خرجوا. فاش لقاو بان راه القرار من الوزاره خدعوا الطلبه وخرجوا، ولكن من بعدها كنتفاجئوا ان القرار الوزاري نزلت بواحد المذكره كتامر فيه الكليات والرئاسات الجامعات انه يتم التاجيل ديال الامتحانات نظرا للظروف الوبائيه او انهم يديروا عن بعد. كنلاحظوا ان الاداره تعنتات في ديك اللحظه وبقات مستمره، ما كنا كننتظروا منها انها تخرج بشي بيان ولا شي خاتم اداري باش انها تقول اودي راه تم تاجيل الامتحان استجابا للقرار الوزاره. اذا بنا كنتفاجئوا ان ما كاينش داكشي في ديك اللحظه، انا قررت انني نلتحق مع الطلبه ونجسدوا النضالات ديالنا من اجل انها تستجب لسميتو. هادشي ملي حددوا التاريخ ديال الامتحان ولا قبل؟ هادشي من بعد ما انهم حددوا تاريخ الامتحان ناضلوا الطلبه قبل في الاول، ولكن من بعد قنعوهم على ان راه الاداره هي اللي ان الوزاره هي اللي فرضه عليهم، هذا هو السبب باش انهم نسحبوا الطلبه من بعد نزول ديال المذكره الوزاريه اللي امرت فيهم ان الامتحان خصو يكون عن بعد ولا يتاجل. ثم عرفوا بان الطلبه بان داك القرار راه اللي كان قالت لهم الاداره راه ماشي صحيح، لان الوزاره امرت الرؤساء الجامعه باش انهم ياجلوا. ثم انا التحقت بالطلبه في النضال وكنا كنجسدوا النضالات، كنت كنحاول انني يكون النضال ديالنا معقلان، كنساهم بداك بحد المعرفه ديالي من النضال لحقاش. قلت لهم اصلا لا يعقل انكم تكونوا كتناضلوا ما عندكمش اللافته ديال الاتحاد الوطني طلبه المغرب، ولينا كنناضلوا في ارجاء الكليه. كانت الاداره كتعنت، ارتأت الجموع الطلابيه بعد قرار اننا نخرجوا بمسيره امام ارجاء الكليه تنديدا لوضع الراي العام اننا راه كنعانيو من داخل الكليه من اجل تحقيق واحد المجموعه من المطالب. شحال تقريبا كان العدد ديال الطلبه اللي كانوا معكم ديك الساعه؟ ديك الساعه كانت عندنا اكثر من 100 طالب اللي كان كيهبط كيجسد معانا. يعني
كانوا رافضين لذاك التاريخ ديال الامتحان وكانوا بغاو حتى هما انه يتاجل التاريخ ديال الامتحان. كانوا رافضين ديك اللحظه للتاريخ وكانوا كيجسدوا تسميتو ماشي دابا مسيرات. ولو لقينا الاداره تتعنت ما طلبتش الحوار، يعني ما كانش تجاوب من قبل الاداره انهم يحاولوا يديروا معكم حوار او شيء من هذا القبيل نهائيا. ارتأت الجمعيه الطلابيه اننا نزيدوا في الخطوه النضاليه ديالنا ونديروا لجنه الحوار اللي تدخل وتناقش مع الاداره. طلبنا من لي سيكوريتي حيت اصلا جميع البيبان مسدودين علينا، ما يحقلناش اننا ندخلوا للاداره، ما عرفتش علاش. وفاش طلبنا من سيكوريتي انه يوصل الهضره بان راه طلبه يهضروا، كان في واحد اللحظه انه قال لك واخا غنستجب لكم ولكن خمسة ديال الدقائق. عطانا خمسة دقائق ديال الحوار من مور ما اننا كنا كنتسناو. قال لك صافي سير واحد ساعتين وحنا كنتسناو تنلاحظوا التماطل ديال الاداره باش انها غير باش تدخل تحاور معنا. شنو وقع في ديك خمسة دقائق اللي عطا؟ ديك خمسة دقائق دخلنا هضرنا مع العميد والاستاذ عفاك بغينا نهضر معك في مجموعه من الامور. قال لنا سمحوا لي انا راني مشغول راه عندي ندوه ديالي. قلنا ليه راه حنا لهذا الامر راه مطالب ديالنا اللي كتهمنا اللي هي من اجل الامتحان، راه شي حاجه اللي هي من حق الطالب انه يناقشك فيها. قال لك لا سمحوا لي نعطيكم خمسة دقائق الطريقه باش هضر معنا شويه تعسفيه، هضر معنا خمسة دقائق لدرجه ديال ان قال لك صافي انا غادي نمشي ونخلي معكم الكاتب العام. الكاتب العام بقى كيناقش معنا المواضيع، هو الاختصاص ديالو ليس له في ذاك المجال انه يهضر على تاريخ الامتحان، وانما كان كيحاول انه يوضح للطلبه ويعطيهم ويقنعهم باش انهم يمشيو بحالهم. الطلبه رفضوا. فاش خرجنا كجنات الحوار وقلنا لهم راه ما استجبوش لينا وانهم راه تعنتات، ارتأوا انهم يمشيو بمسيره قدام الرئاسه على اساس ان راه الرئاسه غادي تستجمع لهم وغادي تلبي لهم النقاش. فاش وصلنا قدام الرئاسه كنا كنتسناو من الرئاسه انها تطلب الحوار، الا بنا اننا كنتفاجئوا اننا لقينا الاجهزه الامنيه بمختلف التلاوين ديالها هي اللي كتستقبلنا امام الرئاسه. تقررت الجمع الطلابيه عاوتاني وبغات ترقى في النضال ديالها ودارت الحوار لجنه الحوار بلا ما طلبتها منها الرئاسه. كنلاحظوا باننا بقينا تما ما كاينش اللي غادي يسمع لنا. ارتئينا اننا نرجعوا للارجاء الكليه. قبل بعدا يعني قدرتوا انكم يعني ديروا اتصالات مع هيئات حقوقيه، وكان يعني التجاوب ديالهم كنشوفوا بانهم كانوا معكم امام الرئاسه، يعني قربنا من الصوره اكثر. بعد من انها تعنتات الاداره الرئاسه باش انها تستجب للمطالب ديالنا ولا انها تسمع غير الحوار ديالنا، لاش جايين دوك الطلبه اصلا باش ينضلوا لاش دايرين ديك الوقفه، لقينا الاذن صاغيه. درنا دعوه للحقوقيين لبوا النداء ديالنا، نرفع لهم الشاره عاليا انهم جاوا وهضروا وقالوا حنا راه حنا معاكم والمطالب ديالكم اللي كتهضروا عليها راه عادله ومشروعه ومن حقكم. من بعد كان اعلن التضامن ديالو معنا، راه هادشي كان موثوق عبر اللايف. من بعد فاش شفنا بانه راه صافي الرئاسه ما كايناش، ارتأت الجمعيه الطلابيه انها ترجع للكليه. اذا بينا كنتلاقاو ان الكليه تم الافراغ ديالها مع جوج ديال العشيه بشكل كلي وسدوا علينا الباب بمجرد انهم سمعوا غادي نرجعوا لتما، يعني ولاو كيمارسوا علينا القمع بنيت بمجموع التلاوين ديالو. يعني فاش هنا كنتو يعني كنتو كديروا مبيتات في امام الاداره ولا مازال؟ لا انا مازال. من بعد ارتأت الجمعيه الطلابيه انها تجسد المبيت قدام الرئاسه، بما ان الاداره سدات الكليه سدات علينا الباب يعني ما عندناش فين نجسدوا المبيت، انا جسدتو قدام الرئاسه. جسدنا المبيت قدام الرئاسه غدا الصباح. سمعنا بان السيد راه توفى واحد من رجال الامن، نسال الله المغفره له والرحمه، العائله ديالو الصبر. عزينا ارتقات الجمعيه الطلابيه وعزينا الصفوف الامنيه وقلنا بما ان راه بالويكاند نمشيو حنا بحالنا على اساس نهار الاثنين غنجيو نديرو وقفه قدام الرئاسه. يعني احتراما للروح ديال داك السيد اللي كنترحموا عليه من هذا المنبر. واخا اختي هنا مشيتو حتى نهار الاثنين، شنو وقع نهار الاثنين؟ نهار الاثنين تلاقينا من الكليه، قرروا الجمعيه الطلابيه اننا نمشيو بمسيره على رجلينا من الكليه حتى الرئاسه. هذا كيدل على ان الايمان ديالنا بالمطالب ديالنا العادله ومشروعه والاصرار ديالنا على تحقيق المطالب ديالنا. وكنا كنتسناو من ان الرئاسه
انها تسمع لينا وانها تطلب الحوار، حتى بمجرد ان غير الحوار تناقش معنا ان علاش نتوما محتاجين وعلاش نتوما. وهذه جينا بمسيره كانت حاشده بالطلاب، كانوا كيهزوا شعارات وتيهتفوا على الميساج انه تاجيل، ما بغينا غير تاجيل وجايين غير على اساس التاجيل. اذا بينا كنلقاو عاوتاني استقبال من طرف الامن. اما ما يخص بالرئاسه فلا حياه لمن تنادي، ما استجبوش نهائيا. درنا شعارات تما، درنا وقفات، رسائل الجموع الطلابيه اننا نزيدو نصعدو في الخطوات ديالنا، ياك ما انهم يسمعونا اننا نعاودو نهبطو نجسدو مبيتات الهليه من داخل الكليه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.